كويس يا نصر انك خدت بالك وجيت قلت لي. روح انت. تحت امرك يا هاني. يا بابا ابوس ايدك، انا مش قادره اتكلم دلوقتي، ممكن تسيبني بقى؟ انا عندي صداع هيموتني. الف سلام عليك يا حبيبتي، ان شاء الله. انا طب نروح لدكتور ولا اجيب لك دكتور هنا؟ ولا عايزه ده ولا عايزه ده، انا عايزه اقوم اروح الحمام، ممكن تسيبني بقى؟ طيب يا ستي شوفيته مقدما. حبيبتي انا مش جاي علشان اتخانق معاكي ولا ازعقلك ولا عشان اتكلم معاكي حتى في الموضوع بتاع البنت صوت فصايع النصابه اللي انت رحت لها دي. على فكره انا هستنى لغايه ما الزمن يثبت لك ان انا ماليش عيال غيركم. طيب امال عايز تتكلم معايا في ايه دلوقتي؟ في احوالك يا ماما، احوالك يا حبيبتي، وانت برضو مش نور عين ابوكي وماليش اي هدف في العالم غير ان انا اشوفكم كويسين. وانت انت اخر العنقود، سكر معقول، انت شوفك احسن واحده في الدنيا، انما احوالك صعبه بقت، على طول لوحدك، على طول عصبيه، يوم بتروح المدرسه 10 لا، ودايما وده اللي بيقطع في قلبي انك على طول قاعده لوحدك في اوضتك يا حبيبتي. انا عارف ان المدرسه دي مش قد كده، وانك انت مريتي برضو بظروف صعبه قوي على اي بنت في سنك، انما قلنا ان شاء الله المستقبل اللي قدام وبكره الدنيا هتتغير، بس ردودك بقت ناشفه قوي قوي، يعني مش لايقه حتى مع وشك القمر الكيوت ده. اقول لك الحق، هي لايقه بس مع امك. خلصت؟ سلام القول من رب العالمين. خلصت ايه يا هاني؟ واحنا بنعمل بديكير قاعد مع بنتي بتكلم في ايه؟ طب يلا اطلع بره وسيبها لي. لا مش هطلع وسيبها لك. في ايه؟ عايزاها ليه يعني؟ عايز اعرف مين اللي كان معاها تحت. بنتك بتقرطسنا، جايبه لنا ديره لحد هنا. ايه الكلام الفارغ اللي بتقوليه ده؟ اوعى. فين المخدرات يا بنت؟ مخدرات ايه؟ لا بقول لك ايه؟ ما تستعبطيش عليا، انا مش زي حطبطب. ده انا هطلع عينك وعين اللي خلفوكي. ما تجيش دعوه فيها بقول لك. اوعى بقى. اوعى ايدك انت. ابعد عني، لا خلي نهارك اسود النهارده. بقول لك ايه؟ اسمع الكلام واغسل الشر. وما قصرتوش. ازعلك. ايه ده؟ عامل لي فيها راجل وصوتك عالي؟ لا راجل غصب عنك يا هالة. طيب هتاخد معايا يا فؤاد، بس خليك راجل للاخر وما تعيطش. اوعى بقى. قول لك اوعى ايدك بقى. اوعى مش معايا حاجه. فين المخدرات يا بنت؟ مش معايا حاجه. وريني يا شمامه، وريني يا بنت. مش معايا حاجه. اوعى يا هالة. اخلصي. مفيش حاجه بقول لك. اوعى يا هالة. اهي اهي يا بيه المخدرات اهي. اتفضل. اوعى من وشي. اشترك في باقات واتش الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.